السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. ورجعنا لكم في يوم من أيام الأجازة، وقلت أحكي لكم حكاية صغيرة كده. بس قبل ما أحكي لكم الحكاية، يا ريت فضلا وليس أمرا لسه ما اشتركش في القناة، شرفنا ويدعمنا معنويا بالاشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الجديد الخاص بالاستشارات القانونية والحكايات القانونية والقضائية اللي احنا بنتكلم فيها. احنا قناتنا قناة لا تهدف الى الربح بقدر ما ان هي بتهتم انها توصل معلومة او ثقافة قانونية للرجل البسيط العادي اللي هو ممكن يكون غير متخصص، بس محتاج معلومة قانونية يقدر يعمل بيها اجراء اذا كان ما عندوش مقدرة يروح لمكتب محامي او يستشيره او اي. على هذا الأساس ندخل في الحكاية. حكايتنا النهاردة حكاية الدموع. حد هيقول لي أنت بادئ السنة بالدموع، هقول لك لا، الدموع دي ليها فوائد وأنا بستفاد منها شخصيا، يعني الحكاية دي على طول بستحضرها على طول في شغلي. الحكاية دي بتروى عن إن كان في قاضي القضاة، هو القاضي إياس ابن معاوية، وده كان قاضي القضاة في عصر الخليفة خامس الخلفاء الراشدين عمرو بن عبد العزيز رضوان الله عليه. القاضي إياس عرف عنه الفطنة والذكاء، وإنه هو بيستشف الأدلة من كلام الخصوم، ويقدر الفطنة اللي ربنا وضحها فيه إنه هو كان ذكي فيما يخص بالقضاء بالفصل فبين الخصوم. فيروى ان هو كان جالس في مجلس القضاء وكان معاه احد الفقهاء، يعني الناس اللي هم ليهم خبره في العلوم وفي الادله لكن ما بيمارسوش القضاء. فكان قاعد معاه في مجلس القضاء، وحضرت سيده مع قسم اخر، فالسيده يعني كانت بتبكي وهي بتشرح او بترد على القاضي اياس، فكانت بتبكي. فالقاضي ما حكم لهاش، يعني ما اقتنعش بدموع السيدة واعتبرها دموع تماسيح أو دموع كذب تحت أي مسمى. فسأله الفقيه قال له يعني بمعنى كده، يعني أنت بقلبك ما رقش، دي الست بتبكي. فرد عليه القاضي إياس بفطنته وبحكمته رحمة الله عليه وقال له، ذكروا بالآية إخوة يوسف، قال لك إيه، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هو قال له كده يعني الآية فيما معناه، وهم لو ظالمون، يعني إخوة يوسف جم بيبكوا بيزرفوا الدمع لأبوهم وقالوا إن إحنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فيما معناه يعني عاوز يوصل له إن الدموع، إن القاضي لا يحكم بالدموع، القاضي لا يحكم أو القضاء بشكل عام لا يعترف بالعواطف أو بالإنسانيات. القضاء عاوز أدلة، أنت عندك قضية، عندك دعوة معينة، لازم يكون عندك أدلة مادية، أدلة مادية تثبت الإدعاء بتاعك. إنما ما ينفعش إن أنا أروح قدام القاضي أبكي. القاضي بيتولى القضاء عن فطنة معينة وعن ذكاء، وبيقدر يستشف لأنه معروض عليه مئات من الخصوم، وكل واحد بيحكي رواية شكل الاتنين بيجوا يبكوا. بس طبعا مين اللي معاه الدليل ومين اللي يقدر يثبت حقه أو مين اللي معاهش؟ فالقضاء بشكل عام، عشان اللي أنا عايز أوصله لك من الحدوتة دي، إن أنا مش معناته إن أنا أروح أبكي أروح أستعط وأسترحم القاضي وأنا على غير حق القاضي هيحكم لي، لا طبعا. القاضي بيعتمد على الأدلة المادية اللي يقدر يكون عقيدته على أساسها. القضاء يعني بيقضي على قاعدة وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا طبعا ما بقولش الآية صح، لكن المعنى يعني أنت عندك حق، هات ما يثبت الحق بتاعك. إنما ما ينفعش إن أنا أقول أنا خدت وأنا ما خدتش، أو أنا أنكر أو أؤيد، كل الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني إيه؟ يعني احنا عندنا دعوة معينة، عندنا حق معين، لازم
اجهز كل الاوراق والمستندات عشان اقدر اخد حقي، لان القضاء بيقضي بالادله والمستندات. حتى القاضي لو كان عارف او يعني يعرف في قضاء، في نوع من القضايا بالنسبه للدعاوى المدنيه لازم دليل مكتوب، لازم دليل معين يكون دليل مادي ملموس، فالقاضي ما يقدرش يحكم الا بناء على الدليل قدامه. حتى لو القاضي استشعر الحرج بيتنحى، لان في مبدا اسمه حياد القاضي، والقاضي ما بيوجهش الخصوم. يعني انت برضو خلي في عقيدتك ان انت لو اخفقت في اي اجراء من اجراءات الدعوه ما تعتمدش على ان القاضي او سكرتير الجلسه ممكن يوجهك او يقول لك الاجراء الصحيح، لان القاضي محايد، لا بيوجه الخصم ده ولا الخصم ده، ولا يقول لك معلومه، لانه لو قال لك معلومه ملزم ان هو يقول للخصم التاني. فاللي نرجع اللي نستفاده من القصه يا حبايبنا، ان احنا يعني انا اتمنى انكم انتم ما تروحوش محكمه، لكن اذا اضطريتوا تروحوا محكمه، اذا اضطريتوا ترفعوا قضايا، يبقى لازم يكون عندك دليل، ودليل تقدر تستند عليه، مش دليل ان انا اروح اقول له والله انا ما عملتش انا ما سويتش. الكلام ده كله ما بياكلش مع القضاء. وفي نهايه الحكايه حابب اذكركم تاني، لو حابين ان احنا نستمر ونقدم معلومات او نقدم حكايات قانونيه او قضائيه ممكن انا نفسي بستفاد منها على المستوى العملي، يا ريت تتابعونا ويا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. وفي نهايه الحكايه دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.